سالم خلف صفوق الشواردي، طالب نظم معلومات في الجامعة الأمريكية، متزوج ولدي ابن مروان سالم، ومهتم بالشعر منذ الصغر، وتواجد الشعري حاليا في المنصات الحديثة، منصات السوشيال ميديا. اشتهرت لي مقاطع في الواتساب وفي تويتر، واشتهرت لي، وكانت انطلاقتي الفعلية تقريبا من 2012 في تويتر، والحمد لله حققت بعض النجاحات والتوسع والانتشار على السوشيال ميديا، وتواجدي الأغلب كان في تويتر، ويوجد لدي مقاطع كثيرة باليوتيوب، وهذا انتشار يعني حد انتشار السوشيال ميديا. واهتمامي بالشعر اهتمام قديم، الشعر صديقي الخاص، الشعر وهوايتي الدائمة، وأتسلى بالشعر. الشعر بنظرتي صديق ونديم ومسلي، أتسلى مع الشعر. إذا ضاق خلقي رحت للشعر، إذا فرحت رحت للشعر، إذا اشتقت رحت للشعر. فالشعر عبارة عن متنفس، ونرى أن الشعر ساعي بريد، ليس كما يرى الشعران الشعر رسالة. الشعر ساعي بريد، ممكن يوصل أي رسالة، ممكن ومجرد ساعي بريد صديق. بالنسبة للشعر، الشعر هو أسمى رسالة للشاعر يقدمها، وابنه المدلل الشعر للشاعر، يغليه يساويه بأشياء غالية. أنا أعتبر الشعر المتنفس لكل شخص يملك هذه الموهبة لإصالح حسيسة للجمهور أو شخص أو معين. الشعر تعددت الأغراض فيه، سواء كان مدح أو غزل أو ما إلى ذلك، أو عتاب أو إفراج. هم إحساس قبل كل شيء الشعر. فأنا من ناحية أني أكتب، أو الجميع أو الأكثر الأغلبية يقول أنك محمد أنت دائما تكتب عن الفراق أو عتاب. وش الفراق اللي جاء على طول؟ يعني ما فيه قبلها غزل. أرجع وأقول الأيام الحلوة تنسيك الشعر، فكل يوم مع الشخص يخليك تنسى الشعر. بالنسبة لي أنا، بدأ شعري الحقيقي قبل 3 شهور تقريبا أو شهرين. بالنسبة لي أنا شخصيا، بدأ شعري الحقيقي قبل لمواقف صارت قبل 2 3 شهور. أشوف أنها هي اللي غيرت مجرى شاعريتي، أو غيرت محمد، أو غيرت محمد نقلة، أو انقلت محمد نقلة نوعية. رسالة سامية حملها ثقيل على كل شاعر. أتمنى أن أكون أنا أحد الشعراء اللي يحملون هذه الأمانة أو هذه الرسالة السامية بشكل يليق لها. هذا ما أقوله. انتقادات، تعرضنا لانتقادات عديدة جدا جدا، إلا أن رأينا نفسنا أكبر من هذه الانتقادات، شفنا نفسنا أكبر من المنتقد، فنأخذ الانتقاد البناء بمحمل الجد، ونأخذه على صوب، ونطور من نفسنا. تشجرتي مثل أثر الطريق اللي بلا ألوان، أمره كل يوم وهو ما مر إلا في بالي. تشجرتي مثل أثل الطريق اللي بلا ألوان، أمره كل يوم وهو ما مر إلا في بالي. وعذرتك دامك بكل ميلة يا حلوة تميل أغصان، وأنا لو ملت مرة كان قلبي بهذا الأحوالي. طلعتي شمس تصغر لو خذاها الصبح بالأحضان، لأنها بكل صباح تشب وأنا أكبر وأنا الحالي. تعالي أبي مرة تكشين الحزن من وجهي الذبلان، عشان أبكي الماضي وضحك وقتي الحالي. تعالي تعالي نشمت الفرحة بخيبة هذه الأحزان، تعالي نطبل الضحكات في عبرات موالي، تعالي نصحح الدنيا، تعالي نفشل الدخان، لأنه يبقى سيء لو نشوفه بالسماء عالي. تخيل أقتل الريح بإرادة وقفة البيبان، ووريك نزحل طيب لأن عقاله ميالي. أنا لو أخطي اعذرني، أنا متغلب وفقران، يأثر فيني من ضعفي. تخيل وضعي المالي، أنا أعظم ذنوبي ما هو بذنبي، أنا الإنسان حملت أكبر أمانة وعاجز إني أحمل أمان. من ذهب حتى لو إن قدره كبير يرخص ولو كان قدره من ذهب، الرماد اللي من النسمة يطير كان قبل الفرق نيران ولهب. قل إن دخلته رحت مرواح الغريق، وإن تركته أبقى عايش في ضفافه، ودي بوصلك وخاف إنك تضيق، أنت مثل البحر أحبه وأخاف. عزتي للوحيد اللي فقد شوف غالي، يسهر الليل كله يشتكي من جروحه، سلمولي على اللي في الهوى ما يبالي، مع جماله وزينه في كلامها ملوحه، عقب هاك المحبه والغلاء والدلالي، كيف نفس الحبايب المحبه شحوحه، ما درني
على ذكراه عايش الحالي وتخيل معايا كيف كانت مزوحة لو مربط رأسها بين عم وخالي كان مضيع النصيب روحي وروحه بالدقيقة يجي له في خيالي مجالي كن موج الغلا بيديه يمها يمي يموح أشهد إن لو إنه عاد بطيب فالي وأشهد إني بسامح لو يقول السموحة صد عني وقفت بهبوب الشمال يمين روحي على ما قيت أشفق الروحة عافني ما يبيني كيف يهجر وصالي وش أسوي وعيني والمشاعر فضوحة ويا وجودي علىها وجد من يا وجودي على خلي يا بري حالي كان نفسه عقب أحد المحبها سموحة ويا وجودي علىها وجد من لها عيالي ولاهم بالدراسة في ديار نزوحة ليت خلي يجاوب ما بدأ من سؤالي الهوى كيف تقدر مفادك تزوحة سلامت. بالنسبة لعلاقتي مع الورقة والقلم علاقة الابن أو الأب بابنه البار دا بعض الأحيان يزعله بعض الأحيان يرضيه بعض الأحيان يجي في الخاطر شيء وما يحصله الابن عند الأب. بالنسبة لي أنا أحب الشعر اللي يكون عفيف مهما كان إذا كان غزل أو ما إلى ذلك أو إفراج. فالرجل حتى في الخصومة يكون رجال خصومة الشعر يتكلم عنها ما تطرقت لأي باب من أبواب الشعر اللي قد يخدش الحياة أو ما إلى ذلك لأني أنا منبر وأحمل رسالة سامية فالرسالة السامية شرهتها على الساعي اللي هو صاحب البريد ساعي البريد فإذا وصلتها برسالة تليق أنت شلت حمل هذه الأمانة الثقيلة لأن الشعر أمانة أشوفها أنا بالنسبة لي أنا قد أسأل عليها يوم القيامة الشعر فلذلك أنا دائما أتعمد أني أبتعد عن الشعر الغزل ما أقول ما في أحد يستاهل أقول فيه ولكن أبتعد عنه حفظا للسان لأن اللسان قد يوديك الأمور أنت في غنى عنه فالشعر يعتبره أنا الرسالة الأم لي أنا متنفس لي أنا. أما علاقتي مع الورقة والقلم علاقة الأب مع ابنه البار هوايتي القراءة هي هوايتي المرافقة للشعر وأنا أرى أن القراءة مكمل للشعر الشعر عبارة عن كتابة والقراءة والكتابة مثل عملية الشهيق والزفير عملية استمرارية وعملية حياة إذا ما في شهيق وزفير ما في استمرارية وما في تنفس ما في حياة فعلى كثر ما يقرأ الشاعر أو الكاتب أو أيا كان الشخص على كثر ما يقرأ على ما كثر كان عنده القدرة على إخراج القراءة هذه واستفادة منها فهي عملية إنبوت وأوتبوت على كثر ما زاد الإنبوت طلع الأوتبوت بشكل أجمل فالقراءة تزيد الشخص مهما كان هوايته وأنا أرى أن هواية القراءة هي هواية مرافقة لجميع الهوايات الأخرى. بالنسبة لعلاقتي مع الجمهور أو كيف نتعامل مع الجمهور الجمهور أو هو سيف ذو حدين جمهور كاره وجمهور محب أسأل الله أن نجعلنا من الجماهير اللي تحبنا أكثر من اللي تكره اللهم لك الحمد. الشعر مهم جدا بالشعب العربي كافة مو بس بالكويت أو الشعر النبطي واهتمام الشباب غالبا ما يكون في الشعر سواء من شيلات أو من نظم والعمر الشعر سواء من متلقي متذوق أو شاعر غالبا ما يكون عمر الشباب فالشعر مهم جدا الشعر أهم ركيزة في الأدب العربي والعرب أهم شيء عندهم الأدب مالهم الشعر ديوان العرب والأدب هو الشيء الوحيد اللي تميز فيه العرب على جميع الأمم الباقي تميزوا علينا في كل شيء تميزنا عليهم في الأدب فقط لذلك معجزة العرب جت معجزة الإسلام كانت معجزة أدبية فالعرب متميزين في الأدب وحبهم للأدب والشعراء حاليا في تزايد والساحة كبيرة جدا والعموم متجه إلى الشيلات ولا الكتابة ولا المحاولة وحتى الشاعر اللي ما يعرف الشعر حتى شخص اللي ما يعرف الشعر يحاول عن طريق ألحان الشيلات لكثرة تداولها لأنها غالبا ما تكون قصائد عمودية. أنا أوجه ممكن نصيحة بسيطة للشباب المهتم بالشعر أو اللي يحاول يكتب أو اللي يكتب الحين أنه يحاول يبتكر يحاول يجدد عشان ما نشوف نسخ
نسخ متشابهة يعني، ما نبي نشوف الناس تستنسخ بعض وتكتب بعض وتتوارد مع بعض، نبي الابتكار، نبي كل شخص يكون له لون جميل. وأدعوهم بالاستمرار يعني، هذا موروثنا الأدبي، موروثنا الشعبي خاصة في الكويت، الكويت موروثنا من موروثاتنا العرضة، وهذه كلها أشياء تعتمد على الشعر. وأنا أشكر جميع البرامج مثل برنامج رحلة قوافي، جميع الداعمين للشعر والشعراء، لأن شيء مهم مهم في لغتنا وفي موروثنا العربي الشعبي. حققت اللهم لك الحمد في بدايتي اللهم لك الحمد أكثر من 50,000 مشاهدة في سناب شات، أكثر من 20,000 في تويتر اللهم لك الحمد. شفت نفسي في الشعر، أما علاقتي مع الجمهور تتمحور في احترامك للجمهور، احترامك لذائقة الجمهور بالأصح. الجمهور صعبة، سهلة أنك تخطي عنده، بس صعبة أنه يقبل عذرك. شلون؟ الجمهور تقدر تغلط عنده، وتقدر أنك توصل رسالة أو صورة عنك ما هي بزينة، ولكن يصعب عليك أنك تصحح أو تحاول ترمم الصورة، لأن الجمهور يأخذ ولا يعطي، لأن ما عنده شيء يعطيك إلا الدعم والمشاهدة، إلا ما ندر. طبعاً فيه، أنا ما أقول إنهم جمهور، أقول أساتذة لي، مثلاً أتكلم عن شعراء لهم فضل بعد الله سبحانه وتعالى على في بدايات محمد، أخي الشاعر مجلاد لافي مثلاً، وأتكلم عن أخوي المنشد صوت الكويت عبد الله الطواري، أتكلم عن أستاذي في الشعر حمد الجودان، شاعر حمد الجودان نجم شاعر 1,000,008 الموسم الثامن اللي راح، كانوا هم المرآة محمد برا، وأخوي فهد عبد الله المعتقة كانوا هم مرآة محمد من برا، فكانوا يشوفون محمد أكثر من ما يشوف نفسه محمد، فهؤلاء هم اللي وصلوني بصورة أشكرهم عليها صراحة. الجمهور يحب أنك تكون منفرد عن غيرك، يحب أنك تكون تطلع لهم بطريقة أسهل من أنك تطلع بدون تكلف، العفوية هي سيدة الموقف عند الجمهور. فأنت لما تتصنع الجمهور يعرفك أكثر من نفسك، هم مرآتك، فأنت لما تتصنع أو تصنع الشيء اللي أنت توصل لهم بطريقة هم عارفين قبل لا تكلم، لأن الجمهور معها عقول ومعها أذهان تفهم اللي فيه أكبر منك فهم. فدائما أتوخى الحذر مع التعامل مع الجمهور بحكم أنهم هم سيدين الموقف، شاعر بدون جمهور ما يكتب شعر. فأتمنى أني أكون خير سفير لهذه الرسالة السامية، وأن الله يرزقني بالجمهور اللي أكون لهم، يكونون خير داعم لي وأكون خير ممثل لهم. الليالي ما درت عنك وعني، وأنت مثل الليل تتركني تروح، ما ملكت من الوفا غير الهبني، لو نوح 2000 مرة ما تنوح، ما بقى في غيبتك أي شيء مني غير أني لا تذكرتك. أبوح لو عطيته صدري وقلبي وطعني، ولو عطيته ظهري راح أطلع شحوح، كنت أظنه وكنت أظنه خاب ظني، كني ماني عاقل وطبعي نصوح، لو يرد الوقت ما صغرت سني، بس أرده لك يا الوجه الصبوح، ولو يرد اللي يروحون التمني، ما تشوف العاشق يعاني الجروح، أحبس دموعي مع الذكرى وغني، كنت روحي لما كان قوايا روح. أفتح أبواب المحبة والغلا باب باب، وأذبح هموم الرياجيل بالليل العتيم، أحسب أن الجرح ما طاب وأثر الجرح طاب طاب، من كثر المواجع ومن فتوى الغريم، كم كريم لا دعا الله دعاءها مستجاب، ولا بلاه الشام تقفى وقال الله كريم، وآه يا قلبه من البعد ما تاب استتاب، وطعنة اللي حب دايم تجي وسط الصميم، أقدر أنسى الهيبة اللي على روسه الهضاب، مير كيف أنساه والزين والعشق القديم، يوم وكر الحر حطوه موكر الغراب، اكتشفت أن بشع الظلم من عشق الحريم، لو يرجعها شعور ومشاريها واعتاب، ما أخذها اللي خذ الروح والله العظيم، وعلها من بين أبو زيد والفارس ذياب، ومهرها عندي تنهات ودموع اليتيم، ما لطمت الخد وأقول خاب الظن خاب، رحت منها مكرم النفس عن طبع اللئيم، وقفتي وقفة شجاعا عطى خصمه ذهاب، وصدتي صدت كريمني وادع لها كريم، الله اللي ينجي العبد من سوء العذاب، والله اللي يزرع الحن في قلبه الحليم، كان غاب الزين خيرة وإذا رد استتاب، وكان غاب الرد لازال بالخاف ينجي.
شعري المفضل هو شعر الحداثة والتفعيلة، مع أني أنا ضعيف بالتفعيلة، أنا قوي أكثر بالعمودي من التفعيلة، وأبياتي وقصائدي اللي انتشرت بالعمودي أكثر من قصائدي اللي انتشرت بالتفعيلة، أنا مقل بالتفعيلة لصعوبتها، لاهتمامي فيها، لاحترامي لها، ما أحب أدخلها من أي مكان، ما أحب أكتبها بأي كلام مثل ما أكتب العمودي، وأميل للحداثة، أميل للتغيير والابتكار، التغيير والابتكار مهم بالشعر، يعني ملينا الناس وملت من تشابه الشعراء، يعني من إعادة نفس اللون القديم، يعني وحتى التشابه في المطالع، فأصبح الشاعر عبارة عن بغبغاء يكرر اللي قالوه قبله يعني، فأنا أميل للحداثة، أحب الابتكار، أحب تطوير المفردة، أحب حتى أدخلت مفردات مو عربية على القصيدة، ومفردات سريانية على القصيدة، مجرد الابتكار يعني، ولاقت رواج وعجبت الناس وشكلت لون وخصوصية خاصة فيني بنصي يعني. الشاعر محمد لافي بدأ بدايات صعبة في الشعر، لأن وجد نفسه في الشعر، مرتني أكثر الظروف كبداية شعر أصعب مرحلة تمر على الشاعر بداياته، لأنه يكون تايه إن لم يكن مواكب البيئة الشعرية اللي عنده. أنا الحمد لله في بيئة شعرية نوعا ما، حبيت الشعر من يوم كنت صغير، كان منطلقي أول منطلق كان شاعر مليون واحد، كنت أتابعه تقريبا قبل 8-9 سنين، حسيت أن الرسالة هذه عندي أو الموهبة هذه عندي، لقيت نفسي أني أميل للبداوة أكثر من الحضارة، أو الشعر البداوة أكثر من الحضارة التقليدي، لكن جبرتني البيئة اللي هي بيئة الدراسة. أنا درست بعيدا عن بيئتي، درست اللهم لك الحمد كيمياء، وخذت بكالوريوس في الكيمياء اللهم لك الحمد، كانت هي الدراسة كانت هي العائق لمحمد في الظهور الإعلامي، إلا أني أنا حاولت أصارع هذا العائق، والحمد لله تغلبت على الكثير منه، إلا أنها استفحلت الظروف فوق ذلك وما طلعتني بالصورة اللي أنا محمد أبيها أصلا. فكوني من حزني المزمن، فكوني من حزني المزمن، تعبت أعاني من الأحزان، قلبي مثل صورة المدمن قبل جميل وبعد تعبان، مدمن على شيء مش ممكن، على الكآبة وعلى الحرمان، كل ما تضايقت يتسلطن ومالي على ضيقته سلطان، من حب وعقبها انجن، مجنون ومبهذل وفنان، ردي ترى العاشق الارعن حط حرة الشوق على الشجعان، ذبح لك قلوب لين اثخن وما يقدر يموت النسيان، ردي لمن غني وندندن تدرين ان ضحكتك الحان، وياك كل عمري يتلون تمشين ويمشي معك بستان، هذا الشجر جاي يتحضن شوفيه رافع لك الاغصان، معذور يكشخ ويتفنن والريح هزت لك الافنان، والارض تطوى وتتمسكن كل خطوه تمشينها فدان، مشتاق ومحتاجك المأمن شوق الغريبين للاوطان، لا تتركيني بلا موطن وانتي وطن في شكل انسان، اخذيني من عالم المحزن اخذيني بالاحضان. يقول يشرح لسان حالي فاقد الوالدين، هو يتيم وتكفل في رعايه يتم، بين مستقبله ومستقبل الآخرين كان حلمه يحقق لي واحد حلم، يتجازون الأحياء بغلطة الميتين، غلطة لي ظلم في واحد ما ظلم، بس أنا مالي إلا قولت الله يعيم، محد من صوادي في الليالي سلم، والابن آدم لو يطول السماء باليدين والله إنه ما ياخذ غير من الله قسم، ابحثوا وانبحثتوا في فضاء المبدعين، شاعر ما يحمل من الأسامي اسم، والله إني قبل شوفك من الميسين لين جيتي ورديتي علي أنسم، وانت لهيب لا مرة ولا مرتين أتفهم شعورك، بس ما تفهم كيف تبغاني أبين لك إني حزين وانت كل ما تضايق خاطري أبت. تويتر هو متنفسي الوحيد، تواجدي الوحيد ومنصتي الوحيدة، ما عندي مكان أتوقع أني لقيت نفسي فيه أكثر من تويتر، حتى الإنستغرام اللي يساعد أغلب الشعراء أنا تواجدي جداً ضعيف أو يكاد يكون معدوم في الإنستغرام. تويتر تفاعل الناس، الريتويت، عمل الريتويت بعض الأبيات أو الصور اللي عليها أبيات انتشرت انتشار واسع عن طريق الريتويت، والردود في تويتر، أنا يعجبني المنشن بتويتر،
هو إنصاف للنص قبل ما يكون إنصاف للشاعر، فهو يكون دافع معنوي للشاعر على الاستمرار. أحياناً مو التغريدة اللي أنت ترسلها الناس تتفاعل معها ويرد عليك، أحياناً الناس تأخذ كلامك وتحطه في تغريدة وتنشره من حساباتها. هذا أكبر دليل وإنصاف أنه حتى من دون ذكر اسمك أنصفوا النص هذا ونزلوه بحساباتهم بدون ذكر اسمك وانشروه. فهذا سبب حبي الكبير لتويتر وتواجدي في تويتر. يقول احفظ لسانك لا تخليه ثلثار، يغتاب له ناس وناس انبهتها، ما كب خلق الله للوجه بالنار إلا على الدنيا حصادته. من ذهب حتى لو ان قدره كبير يرخص ولو كان قدره من ذهب، الرماد اللي من النسمة يطير كان قبل الفرق نيران ولهب. يقول يا ليت لو يبقى سنة مقطع سناب ما ينحذف واسهر معه كل ما اشتقت، من 24 ساعة ولا داب تخايل المقطع يوم انحذف ضقت. يقول ان دخلته رحت مرواح الغريق وان تركته ابقى عايش في ضفافة، ودي بوصلك وخاف انك تضيق، انت مثل البحر احبه واخاف. منشد مثل عبد الله الطواري او ذائقة منشد له جمهوره، وهو تقريبا الاول في الكويت، احد الاوائل في الكويت، الاول في الكويت، صعبة جدا انك تضيب قصيدة، فاختيار هذه القصيدة كان انتقاء او مقنن جدا للامور هذه. فعبد الله ذائقته يعتبر هو الممثل الجمهوره. قولي للإرسال لا يقطع علينا الكلام، في ذمتي داخل ضلوعي عذاب السعير، أسكت يشفع لك العشرة وبعض الغرام، وأقول ما في ضميري جعل بالأمر. قولي للإرسال لا يقطع علينا الكلام، في ذمتي داخل ضلوعي عذاب السعير، اسكت ويشفع لك العشرة وبعض الغرام، واقول ما في ضميري جعل بلا امر خير. ما ودي اقول يا عمري علينا حرام، واجرح شعوري وانا توي بعمري صغير. الشيلة اللهم لك الحمد في اقل من شهرين او شهر شيء حازت على أكثر من 100,000 مشاهدة، وهذا رقم اللهم لك الحمد ليس بغريب على أخوي عبد الله الطواري، ولكن غريب على أن أول عمل لي أنا فريد من نوعه. يعني دائما يكون أعمال اللي فاتت كلها كانت تتكلم عن سواء مدح أو ثناء أو ما إلى ذلك. تشرين صبحه بادي يحرمني تشرين، وتروح وردات النفانيف وياه، لا يا براد رحل خلك معي زين، يا زين حر الصيف واللي تمشاه نفنوفك الورداوي، خاطفني للحين ومدري خذا قلبي وعلى وين، وداه الجامعة والعالم الجامعيين جميعهم في عيني مجموعة أشباه، ومخالط الناس أثرياء ومساكين، ما يغني الشاعر ولا زود إحجاه، والأي بيلدينج في حضورك بساتين يا الداندلاين اللي أحبه، وهواه كل ما تمرين أنت باللوبي يمين، عطرك يمر تلقين نظراتي وياه، يا سالفة ما بين قلبي وما بين الشاعر اللي عاش قلبه على الآه، من يوم ما شفتك وأنا أقول للحين سبحان من سوى الوادم وسواه، الرمش غير الناس والطول والعين واللون والكاريزما والخد والفاه والبسمة قصة، وانت منها تملين مع كل ضحكة أنسحر في ثناياه، والقلب لك دولة ودار وميادين، أنا وطن يتمنى يحضن رعاياه، شفتي وطني يشتاق للناس ويلين، لا غابوا السكان يبكي ضحاياه، يا وردة لا تنسين أني من الطين، لو انغرزتي فيه يسقيك من ماه ويضمك ببسطه وتضمينه إلين، يصير لك دار وصرتي مزاياه، الله خلقنا طين وانتي من التين، ويحبني للتين الإنسان يحباه، ما أعرف اسمك لكن أعرفك من وين، يا جنة الإنسان واجمل هداياه، مريتي من جنبي وانتي تحسين في نظرة عيوني وقلبي ولواه، مري علي بالاي بيلدينج لا تنسين، وابتسمي لي ضحك المكان وزواياه، وخطواتك المعزوفة لا جيتي تمشين كوبليه او اتي بتحلو وياه، بقلبي قلت الله كل ما تمرين روحي وردي شوفي بقلبي الله.
يالله وظروف السنين الفايتات ما تطرح عزوم الرجال الشامخين، يا كثر ما نسمع عن اللي فات، مات وحنا من ظروف الليالية ميتين نعطف على الماضي عشان الذكريات وأحوال ماضينا تنهات، ونين وأنا معي حزني على الأربع جهات وأقول زانت مير عيته لا تزين وجهي عليه وسوم حزن وجلد ذات ما هو مني من صواديفه، السنين يبين راع الطيب وقت النايبات ولا الردي لقبل لزومك، ما يبين تبي تعلمه الليالي المقبلات انه قصر عن نهج خطلانه، اليمين اللي صفوا بالنايبة والمعضلات اثنين واصحاب الرخا حوله 40 بقفل الموضوع واللي فات مات والناس فيها ناقصين وطيبين. أرى الشعار وتسعى للغواني، أرى الشعار وتسعى للغواني وأنا ودي ولكن ما مداني، فلا العذراء تأخذ اهتمامي ولا الشعار ترتفع المكاني، فسبحان الذي من بين خلقه خلقني خير خلق ثم عطاني، عطاني ما عطى غيري ولكن تميزت بقصيدي وبلساني، أشوف الشعر ميزة في تراثي صديقي ما نسيته لو نساني، حشمته بالتسول لأنه أصلا العز الراس ما هو للأغاني، تدور الساحة في وقت المعاصر على المداح ولا الأقحواني، وأنا لو ودي أهجم جيت طاير مسكت الصف الأول في ثواني، لو أن الوقت هذا وقت شاعر رفعت السقف وقلت أنه زماني، ولكن هالزمان اللا مؤدب معاها من الأدب خلك أناني، أنا من صغري والعابي كما هي ليش يقول وين جاب المعاني، ولا أسعى شهرة ولا درهم، أنا أحلامي أكبر من زماني، حمدت الله على موهبتي هذه وبتحاسب عليها الموت جاني، هجيت المدح وغزلت المفارق أصنع شعر لكن شعر ثاني، لأن الشعر هذا صار مزعج ولا يرضي ولا يرقى المكاني، بعيش الشعر وحدي في مزاجي مدام المبدع الأكثر هواني، فلا مجد وصلت مجد سالم ولا بالحلم أو عند الأماني، أرى الشعار حولي ليس إلا مكانا قد وضع فوقه مكاني. هذا عن الشعر أبطيت ما كتبت شعر، فقمت عاتب الهاجس أو الواهس الشعري، فهذه رسالة من المنطلق هذا أهديها البرنامج الحد قوافي، أقول يا هاجسي وش فيك صمت وتلعثمت، راحت سنة يا واهس الشعر غايب، أنا درست من الحياة وتعلمت وخذت من سبع العجائب، عجائب انطحت في بحر العشاشيق وانقمت غير الحبايب يا خفوقية، حبايب لقال عقلي عن هوا صاحبك شمت رد الخفوق وقال ما نيبه تايب، وانا على فرق الغلا ما تولمت امشي ورا حظ له سنين، خايب تخطي على عرش الغلا ما تكلمت واقول يشفع لها سلومه، الحبايب يوم الوداع اللي خذ الزين ما نمت وهلي دمع مثل وبله، السحايب ذكرت يوم انك على الشوق سلهمت ونطحت ذكرانا نسيمه، الهبايب على العهد وسلوم الاحباب ما دمت غرك كلام مدورينه، النشايب سلمت لك نفسي واشوفك تسلمت وحطيتها بين العناء، والنصايب لا تبدي اسرار الهوى والزم الصمت تبي تشوف من السنين، العجايب وكانك على الفرقه قنوع وعزمت اتاخذ حقوق المحبه، طلايب لك مني لي شفت زولك تبسمت ولي منك احفظ لي حق الحبايب. حاب اهدي البيتين الغزليات هذول حق برنامج رحلة قوافي والقائمين على برنامج رحلة قوافي، قول لو اوصف احساسك اظن ما تصدقين، كنت انتظر هذا الشعور وارقبه، كل ابتسامات البشر متصدقين الا ابتسامك يعتبر عتق رقبه،